تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، ما منقول شكاويكم، لكن إذا كانت هنالك لا سمح الله أي شكوى بعد كذلك المجال مفتوح أمامكم للتواصل معنا عبر البرنامج. نحن وياكم من الساعة 10 لين الساعة 11، يعني ساعة إذاعية إن شاء الله أتمنى أن تكون مليئة بالمعلومة الطيبة اللي ممكن يعني توصلنا للحياة الصحية اللي نحن أو نمط الحياة الصحي اللي نحن ننشده من خلال هذا البرنامج ومن خلال جميع الفعاليات اللي تقوم بها الهيئة، لأن درهم وقاية دائما خير من قنطار علاج. يعني معانا فريق البرنامج في التنسيق، معانا ميرا الإغفلي، صبحت الله بالخير، وأيضا ناصر محمد سليم كذلك في الإخراج. واليوم يعني بعد فترة طويلة ترجع لنا الدكتورة بدرية الحرمي تشاركني تقديم هذه الحلقة. صباحك الله بخير دكتورة. صباحك النور والسرور محمود، صباحكم حب وسعادة، صباحكم تفاؤل وإيجابية أعزائي المستمعين. هي صح نيت من فترة طويلة كنت في إجازة. زين، عادة تذكرين أرقام التواصل معانا ولا؟ لا أتذكر. أي قولينا. كيف أنتها؟ ما يسوي أرقام تواصل أعزائنا المستمعين. أولا مبروك عليكم الرحمة بعد الأمطار الحلوة في اليومين. إنزين، أرقام التواصل 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية 4006، وبعد موجودين على لايف إنستغرام نور دبي وعلى دي إتش إيه لايف إنستغرام. دي إتش إيه أندرسكور دبي. ترياتي تغلطين في شيء بصدق أدري. إنزين، عموما ما نبتدي معاكم مستمعينا بهذه الدراسة اللي تقول منظمة الصحة العالمية تصنف اضطراب ألعاب الفيديو مرضا. قالت منظمة الصحة العالمية أن الاضطرابات الناتجة عن ممارسة ألعاب الفيديو سيعترف بها كمرض في وقت لاحق من هذا العام، بعدما أجرى خبراء يعني عديد من الدراسات وأجمعوا على مخاطر إدمانها. قال طارق جسارة فيتش المتحدث باسم المنظمة للصحفيين في جنيف أن هذه الاضطرابات ستدرج في إصدارها رقم 11 للتصنيف الدولي للأمراض. ويعني تطلع المنظمة الدولية بمهام تحديث التصنيف رقم 11 الذي يضم إسهامات من عدد كبير من الأطباء حول العالم. الأخ طارق يقول أن تعريف الاضطراب الذي يعني المنظمة تسعى على تحديده ينص على أنه نمط من سلوك ممارسة الألعاب، ويمكن أن تكون ألعاب إلكترونية أو ألعاب فيديو تتميز بانخفاض السيطرة على ممارسة اللعب و طغيانها على حساب الأنشطة الأخرى لدرجة تصل إلى تصدرها يعني جل اهتمامات هذا الإنسان. عموما أضاف أن الأعراض الأخرى للاضطراب تضم الاستمرار في ممارسة الألعاب بل وزيادة درجة ممارستها على الرغم من حدوث نتائجها السلبية. وتشير بعض الأدلة غير الموثقة إلى أن الاضطراب يؤثر بدرجة غير متناسبة في الأشخاص الأصغر سنا المرتبطين أكثر بعالم ألعاب الفيديو الذي يتزايد نشاطه باستمرار على الإنترنت. قبل دكتورة نحن نلعب، إنزين، يعني على أيامنا أنا لحقت على السيجا والفاميلي، وبعدين تطورنا يا شو عقب يا نتندو
نينتندو شيتي، المهم مجموعة ألعاب. ناصر صغير عاد ما يتذكر هاي الألعاب، سوبر ماريو. المهم هذه الألعاب بالفعل أنا أتذكر أنا يوم أنا صغير كان كنت أقعد عليها تقريبا 6-7 ساعات، وساعات في الليل أسهر عليها، وعصبيتي كانت ترتفع إذا أنا خسرت ولا إذا كنت الحين. المشكلة أن هذه الألعاب تطورت إلى درجة أن الواحد يلعب مع مجتمع افتراضي، صحيح، يتواصل مع العالم كله، فيدخل في تنشن، في لها مخاطر كثيرة. ولكن يعني المنظمة، منظمة الصحة العالمية، بدأت تصنف هذا الموضوع كاضطراب. هذا الاضطراب يصنف كمرض، بيتم إن شاء الله يعني تصنيفه كمرض. هني أبغى أعرف رأيكم أنتم كدكاترة في هذا الموضوع، شو الأعراض اللي الواحد ممكن تصيبه من خلال ممارسة هذه الألعاب؟ إنزين، شوف محمود، الجدل في ألعاب الفيديو كبير. إنزين، مثل ما هناك في دراسات تقول إن ألعاب الفيديو ممكن تسبب آثار سلبية، ترى في دراسات بعد هناك تقول إن ألعاب الفيديو ممكن يكون لها آثار إيجابية. في من يعني في بعض الدراسات بينت إن مثلاً يعني بعطيني شيء مخبرك، يعني مثلاً بعض ألعاب الفيديو ممكن تزيد كفاءة بعض المناطق المسؤولة في الدماغ، المسؤول عن الاهتمام، المسؤول عن الذاكرة المكانية، المسؤولة عن بعض المهارات البصرية، وممكن تكون في نفس الوقت بعد أداة تعليمية جدا فعالة. إنزين، بشرط شو؟ بشرط أن احنا ما نطيح في فخ الإدمان. يوم نقول الإدمان السلوكي اللي مثل اللي يحول العادات الغير ضارة مثل ألعاب الفيديو إلى عادات مثلا ضارة أو ممكن تكون خطيرة، يعني مثل احنا كنا بشر، أوكي، احنا أوقات نسوي بعض السلوكيات الخاطئة في حياتنا، أو ممكن نتجه بعض اتجاهات خاطئة احنا ندري أنها هي خاطئة، لكن احنا شو بهدف شو نقول ممكن نبقى نستمتع وقتنا، ممكن نبقى نسلى، مثلا مثل الناس اللي يسرون آخر الأسبوع مثلا، يعني اللي يصيروا مثلا عرض السينما متأخر مثلا، يعني مثلا، ونفس الشيء أنا يمكن أختلف معاك شوية دكتورة، لأن يعني الواحد إذا بيلعب فيديو يعني بياخذ لأقل شيء ما بين ساعتين 3 ساعات إذا 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 كان عادي مش مدمن. إنزين، ممكن لما يخلص، لأن الحين حتى الفنيين هذين اللي يبدعون في مواضيع الألعاب مال الفيديو يوصلونك مرحلة من التشويق إنك أنت تكملين اللعبة، صحيح، بشكل كبير. وإحنا عشان شيء أنا ضربت لك مثال، يعني صعب إن الواحد يكون من غير إدمان، يعني وايد صعب إن يكون من غير إدمان. لا شوف أخوي، يعني إحنا مثل ما نقول، يعني مثل إيش أنا قلت، يعني مثلا إحنا ممكن نقضي ساعة ساعتين مثلا يعني نسوي سلوك خاطئ مثلا، بس ها ما يدخلنا إدمان. نفس الوقت ألعاب الفيديو، إحنا يعني متى نحس إن إحنا ممكن دخلنا مرحلة الإدمان؟ مثل ما ذكرت في أعراض، الأعراض اللي هي إن إحنا ناخذ وقت وايد متزايد، ساعات متزايدة على حساب أنشطة إحنا لازم نسويها في حياتنا، على حساب إن نخلي الألعاب الفيديو لها أولوية في حياتنا، أولوية على دراستنا، أولوية على شغلنا، أولوية في وايد أشياء. الشيء الثاني إن العصبية أو حتى يعني التفاعل مع ألعاب الفيديو هاي، إذا يعني إحنا أمهات، ويعني عشان تقول الأمهات والآباء لازم يديرون بالهم على عيالهم في البيت. الحين لازم أمهات والآباء هم يديرون بالهم ما يطيحون في مواضيع الألعاب. أنا أشوف الكبار الحين يعني 24 ساعة قاعدين يعني على. بس إن إحنا يعني كان يعني نكون بعد قدوة إن إحنا يعني. ترى على فكرة نتكلم دكتورة، لأن أنا في فترة من الفترات كذلك يعني كنت مدمن الألعاب هذه، يعني كنت ألعب ألعاب الفيديو، كانت للأمانة تأثر على وقتي بالنسبة للرياضة، وقتي بالنسبة لي وايد أشياء في حياتي كان مفروض أنا أسويه، ولكن أقعد وألعب ما أحس بالوقت بصراحة. يعني وحتى الناس اللي حواليه ممكن يعني درجة الإدمان ما صار في الناس اللي حواليه، فهذا غلط. صحيح، غلط. فعشان تي يعني هي القاعدة الأساسية شو؟ الاعتدال، والاعتدال مطلوب في حياتنا في كل شيء. نفس الوقت بعد في الأشياء هذه، يعني مثلا إحنا نستبدل هذا، يعني شيء مهم إن إحنا إذا وصلنا للأعراض هذه وحسينا الشيء إنه زاد وايد عن حده، خلاص لازم نوقف. لأن بعد يعني إن الواحد يوقف عن الألعاب الفيديو أو الإدمان هاي وايد أسهل من مثلا إدمان المخدرات أو إدمان الكحول. هذا شيء، هاي حقيقة، يعني إن يعني هذا الشيء نقدر إحنا نوقفه بكل سهولة ونستبدله، يعني بشرط إن إحنا نستبدل هذا السلوك الخاطئ بسلوك وايد أحسن، مثل إن إحنا نمارس أي نوع من الرياضة،
مثلا ممكن نشارك عيالنا مثلا يعني أي نوع من الرياضة اللي هم يحبونها مثلا، فبهالطريقة إن احنا نحاول نستبدل سلوك بسلوك أفضل يعني. طيب الحين تكلمنا يعني أنت تعطي وجهة نظر يعني ممكن تكون فيها إيجابيات وسلبيات، صح دكتورة؟ صحيح. طيب أنا أبغى أتكلم الحين عن السلبيات بشكل كبير اللي ممكن الواحد يصادفها. واحد من الأشياء قلنا من غير الأشياء النفسية اللي الواحد ممكن أحيانا يكون عصبي، يكون يعني الحماس عند الأدرينالين يرتفع وايد وهو يلعب في بعض الألعاب. أخصائيين العلاج الطبيعي يقولون حتى هنالك بعض الأشياء اللي ممكن تأثر على عظام الشخص، على إيديه، على كذا. وأنا يعني صادفت هذا الشيء، واحد من الأشياء اللي خلاني أوقف يعني مثل هذا الإدمان بصراحة إيدي قام تعورني. صحيح، لأن النشاط الحركي يكون أقل بوايد، أنت تتم ساعات كاملة على وضعية معينة، فهذا الشيء أكيد يعني بيأثر على يعني على يعني عضلات الجسم، على يعني على حركتك بشكل عام، صح ولا لا؟ صحيح. فعموما يعني الحين بيتم تصنيفه كمرض، اللي عنده هذا الشيء المفروض انه يا جماعة الخير ينتبه، يقول كيف الألعاب الفيديو العزلة والعصبية. اوكي اذا خلنا نقرأ هاي المسجات، ما شاء الله وايد مسجات ما قريتها سامحوني. يقصد عن العزلة الاجتماعية فعلا. ابني لبس باتمان ونط من الدور الثاني وهو يقول باتمان يتحدى كل شيء والحمد لله ربنا سلم. ايه انا عندي واحد من عيال اختي مو باتمان بس اي شيء من هذيل الابطال الخارقين ينام باللبس مالهم ينط يسوي فيكون مثل متقمص هذه الشخصية. هذا موضوع وايد خطير بعد يبان نحن نركز عليه في الأيام القادمة. طيب نحتاج رقابة على ألعاب الفيديو، الرقابة الأولية تأتي من أولياء الأمور. صحيح. راقبوا عيالكم يا جماعة الخير، حتى الكبار يلعبون مو بالصغار، لازم التقليل الساعات اللي يقضونها لازم، هاي وايد مهمة يعني. صحيح. كيف هني كيف ألعاب الألعاب الفائدة منها بس نتسلى، ذكرت الدكتورة يعني في بعض الأشياء، في بعض الألعاب التعليمية بعد الواحد ممكن يستفيد منها. عموما حما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ما تواصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، متواصلين معاكم على إذاعة نور دبي عبر الأرقام 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، وأيضا موجودين لايف عبر حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai وحساب نور دبي عبر الإنستغرام. أيضا اللي حاب يتواصل معنا بالرسائل وكذا ممكن يتواصل معنا على طول على الأرقام اللي ذكرناها. طيب الحين عندنا فقرة وايد مهمة، هاي الفقرة بتتكلم عن الضمان الصحي كأفضل أنظمة، يعني من أفضل الأنظمة في الهيئة، وهذه اللي يسعى دائما في توفير مظلة التأمين الصحي وباقة من أرقى الخدمات الطبية لما يزيد عن 4.6 ملايين من سكان مدينة دبي. انزين عندنا اليوم في الاستديو ضيفنا الدكتور حيدر يوسف مدير إدارة التمويل الصحي هيئة الصحة في دبي. أهلا وسهلا فيك دكتور حيدر، ونورتنا اليوم في الاستوديو. يا مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله بخير دكتور. يعني تأخرت علينا شوية، أنا عارف السبب مو بنت نحن السبب شوية عطلوك على البوابة، ولكن إن شاء الله يعني شوية شركة جديدة تولي لما يتعودون على الأشخاص. لكن دكتور عطنا في البداية، نحن نتكلم عن منظومة الضمان الصحي، يعني كيف تدرج هذه المنظومة وتدرجت حقيقة يعني بأمانة في عملية التنفيذ لاستيعاب هؤلاء الملايين من المستفيدين من هذه المنظومة. نعم صحيح. يمكن لو ناخذ نظرة تاريخية أخوي محمود على منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي وشو أصل المنظومة ومن وين الحقيقة نبعت من استراتيجية حكومة دبي 2007-2015، وفي الاستراتيجية ذكر صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن إمارة دبي ستسعى للتأمين الصحي ولتوفير نظام ضمان صحي يضمن التغطية الصحية للمواطنين والمقيمين. بدينا احنا كفريق عمل في 2009، في نهاية 2009 العمل على الشكل العام للمنظومة، ما هي آلية تمويل الخدمات الصحية في إمارة دبي،
كيف تقدر توفر الإمارة التغطية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين بآلية مستدامة ما تعمل ضغط على ميزانية الحكومة، ما تعمل ضغط على الاقتصاد، بمبالغ معقولة توفر تغطية للجميع، وكيف ممكن أن هاي التغطية تكون سبيل إمارة دبي لتوفير خدمات صحية عالية الجودة. وبالتالي وصلنا إلى السياسة، وتم طبعا دراسة السياسة واعتمادها من المجلس التنفيذي في سنة 2013، ومن ثم اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم قانون الضمان الصحي لإمارة دبي في 24/11/2013. في الوقت هذا كان عدد الأشخاص المؤمن عليهم في إمارة دبي حوالي 1,000,000 شخص، غالبيتهم كانوا من طبعا نتكلم عن المقيمين، ومن المواطنين كذلك كان في نسبة مشمولة بالتأمين الصحي من خلال البرامج الحكومية، يعني الموظفين اللي كانوا يشتغلون في الحكومة من خلال برنامج عناية، كذلك من بعض البرامج للشركات الخاصة كان في نسبة معينة من المواطنين كذلك مغطاة بالتأمين الصحي أقل من النصف. وبالتالي بدينا من حوالي 1,000,000 شخص مؤمن عليه في إمارة دبي، وتم تطبيق المنظومة بالتدريج على مدى 3 سنوات إلى بداية العام 2017، وصل عدد المؤمن عليه إلى 4.6 مليون شخص، وهو يغطي جميع سكان إمارة دبي، أو مش سكان، يمكن التعريف الأصح اللي هم بالضبط إقامات صادرة من إمارة دبي، يعني ممكن يكون ساكن في الشارجة، في عمان، في ملقوين، في بعض الناس عندنا ساكنين حتى في الفجيرة وفي العين، لكن إقاماتهم صادرة من إمارة دبي، وبالتالي هم مشمولين بالضمان الصحي ومغطيين بالتأمين الصحي في الإمارة. اليوم لو نشوف أغلب أنظمة الضمان الصحي في العالم عندهم مشكلة رئيسية، أن تكلفة التأمين تتصاعد، يعني في أوباما كير مثلا على مدى 4 سنوات من تطبيق أوباما كير في الولايات المتحدة زادت بوالص التأمين الصحي لباقات أوباما كير إلى نسبة 50%، وبالتالي كانت الزيادة جدا مكلفة. فكيف قدرت إمارة دبي تحافظ على استدامة المنظومة بدون أي ارتفاع في تكلفة البوالص التأمينية؟ يعني البوالص التأمينية الحقيقة مستقرة عند ما بين 550 إلى 650 درهم للشخص في السنة بالنسبة للباقة الأساسية، وبالنسبة للباقات الأعلى طبعا حسب اختيار الشخص، يعني تقدر تحصل باقات تبدأ من 550 درهم وممكن تحصل باقة ب 50,000 درهم. زين دكتور، كيف ممكن وضح لنا أكثر كيف قدرت تحافظ على هالشيء؟ الحقيقة أوجدت هيئة الصحة بدبي آليتين للترخيص، فئة ترخيصية تشمل ذوي الدخل المحدود، وهاي الفئة تخصصت فيها 12 شركة، بدينا بسبع شركات تأمين ومن ثم وصلت إلى 9 ومن ثم أصبحت 12 شركة. الـ12 شركة هاي تختص بباقة ذوي الدخل المحدود. عن طريق آلية تصميم الباقة هاي قدرت الشركات هاي توفر الباقة بهامش ربح محدود جدا لكن بدون خسارة، يعني شركات التأمين كلها ربحانة في الباقة لكن ربح بسيط مش ربح كبير، وعندها الكمية الكافية من المؤمن عليهم اللي يقدر يخليها تقدم الخدمة هاي بالتكلفة هاي. كذلك آلية تصميم الباقة نفسها كانت مختلفة، لأن باقة ذوي الدخل المحدود هاي أو هي طبعا صممت لأنها تكون مناسبة السعر، واليوم في كثير من الناس يستفيدون منها حتى لو لم يكن دخلهم محدود لأن الباقة جيدة وفيها تغطية كافية. في الحقيقة عندنا حوالي 2.7 مليون شخص في إمارة دبي يستفيد من الباقة هاي، مش كلهم من ذوي الدخل المحدود، في كثير منهم من ذوي دخول أعلى لكن يشوفون الباقة هاي كافية وتناسب احتياجاتهم الصحية. الباقة هاي تستخدم مبدأ طبيب العائلة، وبالتالي أنت عند وجود أي احتياج صحي تذهب إلى طبيب العائلة، طبيب العائلة يقدر أنه يعالج ما بين 80 إلى 85% من احتياجاتك الصحية، يعطيك الأدوية المناسبة، يشوف شو الحالة وكل شيء. إذا كان في حاجة إلى التحويل إلى الأخصائي يتم التحويل عن طريق طبيب العائلة إلى الأخصائي أو إلى المستشفى إذا كان في حاجة للتحويل إلى المستشفى. هذه نقطة وايد مهمة دكتور، لأن معظم الأشخاص اللي يقولون والله التأمين ما نستفيد منه، التأمين ما يعالجنا في وايد أماكن، هذه نقطة وايد مهمة، يجب أن يعرف آلية عمل هذا بوليصة التأمين الموجودة معه. بالتأكيد بالتأكيد، اليوم هاي الآلية عالميا، حتى لو نشوف أنظمة الصحة عالميا اليوم، لو تشوف البوبليكيشنز من WHO منظمة الصحة العالمية كلها أثبتت بلا استثناء أن آلية طبيب العائلة مش فقط تعطي كفاءة مالية للنظام الصحي وإنما تعطي تفوق صحي أزول، لأن طبيب العائلة هذا يبدأ يتعرف على المريض، يعني يتعرف على أسرته، فبالتالي هو الأقدر على منح الشخص هذا الاستفادة المثلى من النظام الصحي دون هدر للموارد الصحية. اليوم يا أخي عنده واحد ركبته عورة،
اوكي بصير والله عند طبيب الروماتيزم ولا بصير عند جراح الركبة. انت اليوم كمريض ما تعرف الم الركبة هذا انت محتاج تشوفه منو؟ طبيب راسك يمكن. ايه احيانا من راس. طبيب العائلة هو الاقدر، لان مثلا 80% من حالات الام الركبة يقدر يعالجها طبيب العائلة اصلا. والله مرة دكتور انا عندي يعني هذا الكلام من زمان ايام كنت شيطان شوي العب رياضة وايد، ف مرة فحصيني عندي مثل الماي متجمع في الركبة. انزين فسرنا واحدة من المستشفيات يعني ضربناها في شيء اكيد كنت. لا لا كنت العب في ذيك الفترة بعض الالعاب القتالية. فالمهم سووا لي يعني رباط صليبي كان في ريلي، بس ان التشخيص الاولي كان والله عندك التهاب في البلاعيم يأثر على المفاصل. اوكي شكرا. هو كذلك يمكن هاي النقطة برجع لها اللي هو دور الجودة في المنظومة الصحية، ويمكن برجع للنقطة هاي، لكن بس أكمل الجزئية المتعلقة بطبيب العائلة لأنها جدا مهمة. وبالتالي حتى آلام الركبة هاي 80% منها يقدر طبيب العائلة يعالجها ويقدر يعرف أسباب، وإذا كان في حاجة إلى إكس راي ولا إم آر آي ولا إلى غير ذلك. ومن ثم إذا كان في نسبة هو ما يروم يعالجها يحولها على الطبيب الأخصائي، وفي الحالة هاي بيحولك على الأخصائي الصحيح. يعني هل أنت محتاج الروماتولوجيست اللي هو طبيب الروماتيزم ولا مثلا جراح الركبة ولا منو بالضبط؟ هو يعرف في الحالة هاي وين يحولك. وبالتالي الاستفادة من الموارد المالية المطروحة في النظام الصحي تكون جيدة. صحيح دكتور، مثل ما ذكرت ان طبيب العائلة جدا مهم، ولانه بنفس الوقت يصفينا الحالات على حسب الاحتياجات. انزين الحين بنطلع فاصل وان شاء الله، وبعد الفاصل بنرجع نكمل فقراتنا، فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، انتظرونا. صحة وسعادة. صبحكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين، رجعنا لكم بعد الفاصل في برنامجكم برنامج صحة وسعادة، هالبرنامج اللي تقدمه هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام. نذكركم أرقام تواصلنا 600551414 وعبر الرسائل النصية 4006. انزين قبل الفاصل اتكلمنا عن التأمين الصحي، وكان ميانا ضيفنا في الاستوديو الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي هيئة الصحة في دبي. انزين دكتور يوسف، الحين دكتور حيدر آسفة، نبى نعرف الضوابط العامة اللي تحكم المنظومة، القانون أو القرارات الإدارية التنظيمية في التأمين الصحي. نعم طبعا في عنا القانون الأساسي اللي ينظم عمل الضمان الصحي في إمارة دبي، هو قانون الضمان الصحي لإمارة دبي الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وهو القانون رقم 11 لسنة 2013 والمسمى بقانون الضمان الصحي. ومن ثم كان في كذلك اللوائح التنظيمية اللي هو كان في لائحة الرسوم والغرامات المتعلقة بالضمان الصحي الصادرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد رئيس المجلس التنفيذي، واللي هو القرار رقم 7 لسنة 2016، وكذلك هناك القرار رقم 6 لسنة 2017 واللي هو يتعلق بالمواعيد النهائية المتعلقة بتطبيق المنظومة والبدء بتطبيق الغرامات وإلى غير ذلك. أنتم ما شاء الله ما قصرتوا دكتور، يعني عملية التمديد تمت مرة ومرتين وثلاثة في مواضيع تطبيق العقوبات وكذا على هذا النظام. ولكن دكتور نحن اليوم نبغي نتطرق لبعض الأرقام الجديدة اللي تبغون تطرحونها من خلال هذه المنظومة، يعني مواضيع المخالفات هذه خلاص شبعنا منها، لكن نبغي نبغي نعرف الناس ب يعني الانجازات اللي تحققت من خلال تطبيق هذا النظام. نعم صحيح. بنطرح اليوم بعض الارقام الجديده اللي يمكن ما تكلمنا عنها قبل اعلاميا. فمثل ما تفضلت بالنسبه للباقه الاساسيه، تقول ان كثير من الناس يقولون نحن ما نستفيد من الباقه هاي احيانا لانهم يمكن ما يعرفون اليه الاستخدام المثلى، وهاي في الحقيقه لا تزال حالات معدوده. الكثير من الناس اليوم لما يحصل الباقه يقرأ البوليصة، يعرف اللي له واللي عليه، يعرف شو شبكة الخدمات اللي هو مغطى فيها، أي عيادات أي مستشفيات، وبالتالي في حال حاجة الخدمات الصحية يروح. فعنا اليوم في فئة الباقة الأساسية لذوي الدخل المحدود اللي هي الأشخاص اللي تقل رواتبهم عن 4000 درهم للشخص سنويا. عنا في الفئة هاي استخدم الباقة في سنة 2017 1.3 تقريبا مليون شخص.
شاء الله. وهاي للواحد فاصلة ثلاث 40% يعني تقريبا دكتور. نعم تقريبا، وهذا متعارف عليه في التأمين. تعرف شخص ممكن يروح مرة، شخص ممكن يروح مرتين. من الفئة هاي الحقيقة أكثر، حوالي 60-70% من الفئة هاي، لأن في كثير من الناس اشتروا الباقة هاي بس هم مش من فئة ذوي الدخل المحدود، يعني الباقات متوفرة للجميع. وبالتالي الحقيقة اللي استعملوا الباقة كان قريب 1.3 مليون شخص، وصرفوا مجموع تكاليف خدمات العلاجية اللي حصلوا عليها حوالي 1.3 مليار درهم من الخدمات الصحية. على الرغم من أن الباقة تبدأ أسعارها من 550 درهم، إلا أن في كثير من الناس خذوا باقات إضافية، يعني ضاف عليها خدمة الأسنان، خدمة هذا. فالحقيقة متوسط سعر البوليصة اللي انباع للفئة هاي كان حوالي 882 درهم، يعني واحد شرى الباقة بألف، واحد شرى بألف ومئة إلى آخره، بس المتوسط بالنسبة لجميع عدد الأفراد اللي اشتروا الباقة هاي كان حوالي 882 درهم. نيل الفئة الثانية، احنا نقسم دائما افراد المجتمع من ناحية فئة الدخل، لان احنا نشوف كذلك تأثير التكلفة التأمينية على الافراد هاي، وبالتالي نراقب دائما الاستهلاك المالي للمنظومة التأمينية. الفئة هاي اللي هي تبلغ رواتبهم من 4000 الى 12000 درهم، استخدم التأمين الصحي في سنة 2017 منهم حوالي 688000 شخص استفادوا من التأمين الصحي، وصرفوا مبالغ تقدر بحوالي 2.4 مليار درهم تكلفة الخدمات الصحية اللي حصلوا عليها في إمارة دبي وخارج إمارة دبي في العام 2017. وكان متوسط تكلفة الباقة بالنسبة للفئة هاي 3558 درهم، كان هاي متوسط تكلفة الباقات اللي اشتروها. الفئة الثالثة اللي احنا شفناها هي فئة الأشخاص اللي تزيد رواتبهم عن 12000 درهم شهريا، وعدد الأشخاص في الفئة هاي اللي استخدموا التأمين الصحي في إمارة دبي في عام 2017 كان حوالي 201000 شخص، وصرفوا مبالغ تقدر بحوالي 1.3 مليار درهم تكلفة الخدمات الصحية اللي حصلوا عليها في سواء داخل إمارة دبي أو خارج إمارة دبي. وكانت متوسط تكلفة الباقة بالنسبة للفئة هاي 7300 درهم، اللي هو كان الأفرج بريميوم. تمت عنا الفئة الأخيرة وهي غير متعلقة بفئة الدخل، وهم الديبندنس أو أفراد أسرة المقيم الموجود في إمارة دبي. وهاي تقريبا عدد الأشخاص اللي استعملوا التأمين منهم في سنة 2017 كان حوالي 770 ألف شخص، وصرفوا حوالي 1.6 مليار درهم تكلفة 3.4 مليار درهم تكلفة الخدمات الصحية اللي حصلوا عليها، وكان متوسط الباقة اللي اشتروها حوالي 4400 درهم. إذن مجموع المبالغ المستهلكة في 2017، وهذه نتكلم فقط عن النت بيد يعني مش عن التوتل، وإنما فقط المبالغ اللي دفعته شركات التأمين، كان قريب 10 مليار درهم تكلفة الخدمات العلاجية اللي قدمت للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي في العام 2017. ممتاز دكتور. دكتور إنزين، منو يكفي الحقوق ومسؤوليات المتعاملين المؤمن عليهم والمؤسسات الصحية المقدمة الخدمة؟ هاي نقطة جميلة جدا، لأن اليوم وظيفة هيئة الصحة هو تنظيم العلاقة ما بين أطراف العلاقة التأمينية. عندنا طبعا المستفيد من التأمين الصحي، عندنا الشخص اللي يشتري التأمين الصحي اللي هو صاحب العمل أو الكفيل، عندنا المؤسسة الصحية سواء عيادة، مركز أشعة إلى غير ذلك، وعندنا شركة التأمين. تنظيم العلاقة ما بين أطراف المنظومة التأمينية هي مسؤولية هيئة الصحة بدبي، لكن بالدرجة الأولى مسؤوليتنا تجاه المستفيد، الشخص اللي اليوم عنده تأمين صحي. في حالة وجود أي مشكلة تتعلق بالتأمين الصحي، والله مثلا حاس أنه يجب أن يغطى للخدمة الفلانية كذا إلى غير ذلك، يتم التواصل مع هيئة الصحة بدبي من خلال النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بضمان الصحي اللي هو ما يسمى بآي بروميس. احنا توصلنا حوالي سنويا ما يقارب 3000 مشاركة على النظام الإلكتروني، ما بين شكاوي، أغلبها شكاوي، كثير منها أسئلة استفسارات، والله مثلا صاحب العمل لم ما اشترى لي التأمين، صاحب العمل مسائل، كذلك إذا صاحب العمل حاول أن
يشرج أو يدفع الموظف جزء من البوليصة، كذلك لا يجوز لقانونا وقانونا يغرم إذا دفع الموظف. لا، بالنسبة لصاحب العمل 10,000. نعم. أو مثلا شركة التأمين ما غطت لي الخدمة الفلانية. 10,000 على الشخص. لكل حالة. نعم. وبالتالي نستقبل جميع أنواع المشاركات، سواء كانت شكاوي، أحيانا كثيرة أي شكر، يا أخي والله العيادة هاي ما قصروا والله، أو شركة التأمين، فجميع أنواع المشاركات نستقبلها ونستفيد منها. هذه مسألة مهمة دكتور، أن يا جماعة الخير الفيدباك مالكم أو الانطباع مالكم هذا راح يطور العملية بشكل جداً كبير جداً. فتواصلوا معهم في حال وجود أي شكوى، أي ملاحظة، أي اقتراح، تواصلوا معهم، حطوه في النظام. إذا اليوم المستفيد ما يعطينا المعلومة، ترى بالنسبة لنا أصعب الحصول على المعلومة، وبالتالي جدا مهم مشاركة المستفيد. إحنا اليوم في برنامج سعادة على سبيل المثال عندنا الابليكيشن أو التطبيق الذكي لبرنامج سعادة، اي زيارة للطبيب انت تعملها تقدر تدخل للتطبيق الذكي وتقيم الزيارة. بالضبط. انت عندك 5 نجوم، اذا قيمت الزيارة اذا كانت 1 أو 2 اوتوماتيكيا النظام يشكلها على يسجلها على شكل شكوى، ويسأل منك السبب ليش والله تقييمك للزيارة كان 1 أو 2، وهذا يدخل في تقييم العيادة هاي عندنا، وبالتالي السنة الجاية يمكن ما نجدد لها، لانه والله اذا جتنا تقييمات كثيرة مثلا سلبية عن العيادة هاي، فممكن ان احنا ما نجدد لها عضوية البرنامج اصلا. وبالتالي جدا مهم التغذية راجعة من المستفيدين. صحيح. نذكرهم دكتور بطرق التواصل معاكم في حال تقديم أي ملاحظة. الأفضل طريقة للتواصل طبعا هو عن طريق النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي اللي هو I Promise. أسهل شيء تطلع على جوجل وتحط I Promise IPROMES، تدخل على طول على بوابة النظام، يطلب منك طبعا رقم البوليصة وبتفاصيل التأمين، بحيث أنها نقدر نربطها بالشخص وبشركة التأمين، ومن ثم أي استفسار فريق العمل يتواصل معه مباشرة نفس اليوم أو ثاني يوم صباحا، وعلى طول يتم البحث في الشكوى. طيب، البارحة كنا نتكلم عن مبادرة قدمتها إدارة التنظيم الصحي مع القطاع الخاص، هي مبادرة تسعى إلى يعني توفير العلاج في عدد من التخصصات في المستشفيات الخاصة اللي قدموها. اليوم شركات التأمين دكتورة عندهم أصلا مبادرة جديدة في نفس الإطار، بما أننا نتكلم عن عام الخير وعام زايد، وهي مبادرة دبي لعلاج السرطان بسمة. بالضبط. هذه المبادرة دكتور تترجم مجموعة من القيم والمفاهيم الإنسانية اللي يعني هي صبغة رئيسية للمجتمع الإماراتي. صحيح. نحن نبغي نتكلم عن هذه المبادرة وكيف الواحد يدخل فيها ويستفيد منها، وأيضا هذه تعطي البعد الآخر لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي ومنظومة التأمين عموما، أنه مو بس يعني فيها مش ربح، لازم يكون فيها مش ربح للاستدامة، ولكن هناك بعض الرسائل المجتمعية اللي تسعى من خلالها. صحيح. الحقيقة المبادرة هاي يمكن غيرت آلية عمل التأمين الصحي عالميا، يعني التأمين متعارف عليه عالميا، تستوي عندك مشكلة تروح تعالج، والعلاج يضمن لك لأنه صارت عندك مشكلة، فأنت التأمين يغطيك ضد مخاطر مستقبلية محتملة، صار عندك مشكلة مستقبلية عالجك التأمين. في مبادرة بسمة لأول مرة التأمين يبدأ بتغطية عملية الكشف المبكر عن الأمراض، يعني هني البرنامج يدور عليك يقول لك إذا أنت لا سمح الله عندك احتمالية وجود هالنوع من السرطان أو هالمشكلة هاي، إحنا نباك، نبغى نكتشفك بدري ونعالجك بدري، تقلل التكلفة على التأمين، وكذلك تحسن نوعية الحياة وفرص الشفاء إن شاء الله تعالى للمريض. وبالتالي بدأت مبادرة بسمة في عملية الكشف المبكر عن 3 أنواع من السرطان: سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، وسرطان القولون. وبدينا بالثلاثة هاي لأن هاي الأنواع أكثر أنواع السرطان انتشارا، إضافة إلى أن هاي الأنواع الثلاثة من السرطان من السهل أنك تكتشفها بدري، يعني مجرد ما تعمل الفحص مثلا لكل وحدة من الأنواع هاي في شروط، مثلا الفئة العمرية لازم تكون أعلى من كذا، أقل من كذا، إذا كان في عرض فلاني، إذا أنت محتاج أنك تعمل كشف مبكر لهالنوع من أنواع السرطان والعياذ بالله، وبالتالي أنت تكون اطمنت إن شاء الله تعالى ما في شيء، أو إذا كان لا سمح الله في المشكلة موجودة نمسكها بدري ويتم علاجها بشكل مبكر، ومن ثم تتكفل شركات التأمين بتكلفة العلاج كاملة، يعني اليوم مثلا كامل. يعني اليوم الباقة الأساسية فيها مثلا الحد السنوي الأعلى 150,000 درهم، في بعض أنواع السرطان تكلفة العلاج تعدي 150,000 درهم، في حالة أن الشخص كان من ذوي الباقة الأساسية واللي التغطية عند 150,000 درهم، حتى لو زادت تكلفة العلاج بالنسبة للسرطان اللي عنده على 150 تغطي شركة كامل إلى انتهاء العلاج بشكل كامل. ممتاز. الحين عندنا مكالمة من الأخ محمد، نأخذ المكالمة.
ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا أخوي محمد، كيف حالك؟ صباحكم جميعا إن شاء الله، الله يسلمك يا رب ويخليكم. بس في كان يعني مداخلة بالنسبة للكلام اللي تفضل فيه دكتور حيدر على الباقات، اللي هي الباقة البيسك أو البسيطة. نعم. اللي هي من 55 تبدأ تنخفض إلى 56 درهم. 550. تمام، في 550 وفي 650. صحيح. تماما. فأنا أخذت يعني لطفلين عندي وزوجتي، طبعا زوجتي كانت أكثر، أخذوا علي بحدود 1200 وشوي. صحيح. والوالدي أخذوا بحدود 2000 وكسور، يعني بسبب أنه العمر. سؤالك تمام. فهم كلهم بس يعتبروا كانوا بيزك، كلهم كانوا يعني على 4 أشخاص 5500 أظن أو 5700. المشكلة وين؟ أنه يعني الآن خطوة جيدة، طالما أن الحكومة جزاها الله خير أنه عملت المسألة لحماية بغض النظر وافد أو مقيم أو مواطن. سؤالك محمد اختصر لي. سؤالي الآن، أنا لما جيت عملت التأمين ورحت على الطبيب العائلي مثل ما تفضل فيه الدكتور، طلب تحليل للأطفال، فأجابت أنه شركة التأمين بتقلق، أنا ما بعمل لك التأمين التحليل إلا بعد 6 شهور من بدء البوليصة. تحليل حق منو؟ للأطفال ولا للحرمة؟ لا 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 للأطفال. لكن بغض النظر الأطفال الحرب حتى الوالدة كلهم على قبل 6 شهور ما فينا نغطي التحاليل. أوكي. هل من المنطق أن أنا أخلي الولد أو الوالدة أو الزوجة أنه ما تمرض أو تحتاج تحليل اللي بعد 6 شهور؟ واضح. وأنا للأمانة انتهت الآن السنة وما استفدت منهم بأي شيء مرة واحدة يعني. والمشكلة الثانية اللي أنا واجهتها أني أنا مثلا مقيم بأم القيمين وكانوا بيتعاملوا مع شركة تومبي كلينيك. مرة واحدة احنا زرناهم، المرة الثانية قال لا بسبب خلافات بدفع المبالغ المادية توقفوا التعامل معهم. طيب اخوي محمد بناخذ بياناتك وبنتواصل معك تحت الهواء، لان هاي بالتاكيد شكوى على شركه التامين واحنا بنتعامل معها. من حيث المبدا قضيه الست شهور الحقيقه هي فتره انتظار على الامراض السابقه على التامين فقط. صحيح. لاحظنا ان في وحدة او ثنتين من شركات التأمين شوي استغلوا الموضوع هذا، مثل ما يمكن صار مع حالة الاخ محمد وقالوا له لا ما نغطي لك اشياء اخرى، لكن الحقيقة فترة الانتظار 6 شهور فقط اذا كان في مرض سابق على التأمين، يعني واحد اوريدي مثلا هو عنده سكري او عنده مرض مزمن معين او كذا، فقط لهالمرض مدة 6 شهور الاولى في حال اول باقة تأمينية فقط، يعني حتى بعد التجديد خلاص انتهى الموضوع. ما هذا ما في. نعم. ما في داعي هذا. في مرت علينا يمكن 3 أو 4 حالات حاولت فيها احدى شركات التأمين الاستغلال العملية هاي وما غطوا بعض الامور الاخرى، وبالتالي انا يعني اتمنى سواء الاخ محمد او اي حد يكون مر في الموقف هذا يتواصل معنا مباشرة وعلى طول يتم اصلاح الوضع ويتم تغريم شركة التأمين كذلك، لان هالنوع من الممارسة غير مقبولة ومخالف لقانون الضمان الصحي. جميل. فبناخذ بيانات الاخ محمد واحنا بنحكي. عندك رقم اميرة؟ عندك رقم؟ ممتاز. خلاص. جزاك الله خير يا محمد. راح محمد؟ زين. يلا جزاك الله خير يا محمد ما قصرت. السلام عليكم، تردد القناة لو سمحتوا 93.9. يعتمد انت من وين. اخ فايز. انزين. في اسئلة هني مرت اشوف يمكن في بعض الاسئلة مرت علينا. طيب دكتور نرجع للحديث عن موضوع البسمة. نعم. فمثل ما ذكرنا مبادرة بسمة تغطي عملية تغطية من الكشف المبكر إلى اكتمال العلاج بالنسبة لها الأنواع 3 من السرطان. يعني دكتور هي شو أضافت هاي المبادرة لمنظومة الضمان الصحي؟ نعم. اليوم المنظومة من حيث التغطية كانت تغطي مرض السرطان من حيث المبدأ، لكن ما كانت تغطي الكشف المبكر. وفي حالة تغطية السرطان عند بعض أنواع السرطان اللي تزيد تكلفة العلاج عن 150,000 ما كانت تغطي، فكان التأمين شركات التأمين كانت توقف عند 150 اللي هو حد التحمل السنوي الأعلى وما تغطي باقي العلاج. الأهم من هذا كله أن البرنامج هذا أوجد آلية موحدة للتعامل مع هالثلاث أنواع من السرطان، وبالتالي اليوم الخطة العلاجية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ما تخضع للطبيب معين، لأن في عندنا مركز مراقبة من مجرد ما يتم تشخيص أي حالة يتابعها مركز المراقبة التابع للهيئة ويتأكد أن الخطة العلاجية هي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وأن جميع المرضى يمشون في نفس الخطة العلاجية، وبالتالي في عندنا standardization أو توحيد للخطة العلاجية بشكل يتماشى مع هاي الممارسات، وبالتالي مش مثلا حسب والله هذا رأي الطبيب لا بحط له الدواء هذا بسوي له كذا هذا بسوي له الفحص ما بسوي له، خطة واحد موحدة، وبالتالي هالستاندرايزيشن يعطينا جودة عالية لأن احنا نعرف ان الجميع يتبع ستاندرد واحد وهو ستاندرد عالمي ما فيها آراء شخصية هذا الطبيب متخرج من هالدولة
طريقة عملهم غير، لا هني بيست براكتس عالمي أطلقتها الهيئة، كل حد لازم يتبعه. أفضل الممارسات العالمية في هذا. السلام عليكم، أنا عندي تأمين صحي بس زوجي في قطاع الخاص، هل هذا شامل الشكوى؟ يقصد يمكن يقصدون موضوع محمد. أوكي. يقول أنا عندي تأمين صحي بس زوجي في القطاع الخاص، هو أصلاً يعني ما له علاقة ببعض. نعم، هو طبعاً في القطاع الخاص صاحب العمل مكلف إنه يأمن الموظف فقط، مش مكلف إنه يأمن أسرته، وبالتالي مسؤولية الموظف إنه يشتري التأمين لأفراد أسرته. فإذا صاحب العمل ما وفر له التأمين، فمسؤولية الزوج إنه يأخذ لها باقة التأمين المناسبة. إذا بس بغيت أخوي محمود أتكلم شوية عن الأنظمة الإلكترونية اللي هي تتابع عملية الجودة ومؤشرات الأداء المختلفة العلاجية صحيح. بالنسبة لمنظمة الضمان الصحي في إمارة دبي، واحد من الأنظمة عندنا نظام الوصفة الإلكترونية. الوصفة الإلكترونية اليوم أي حالة تأمين صحي أو أي شخص مشمول بالتأمين الصحي يوم تروح العيادة، الطبيب بعد ما قرر أنه يوصف لك دواء معين يدخل على النظام على طول يوصف الدواء على النظام. في خلال 30 ثانية تي الإجابة من النظام الإلكتروني تقول له أن الدواء هذا أوكي، أو تقول له لا ترى المريض هذا يأخذ دواء ثاني وفي تعارض من بين، يمكن هو مع المريض نسى يقول له أن ترى أنا أخذ الدواء الفلاني أو كذا. النظام الإلكتروني يرد عليه ويقول له ترى المريض يأخذ الدواء الفلاني وفي تعارض بين الدواء اللي أنت وصفته والدواء اللي هو يأخذه، ففيها جانب سيفتي. أو يقول له ترى هالمريض خذ الدواء من أسبوع من عيادة ثانية، فيها جانب تكلفة مالية. فالنظام الإلكتروني هذا لايف ريل تايم للوصفة الإلكترونية، مجرد ما تتم الوصفة تقبل أوريدي تكون هاي الموافقة من شركة التأمين وصلت، وبالتالي يروح لأي صيدلية يدخل الصيدلي على النظام الإلكتروني ويعمل له ديسبنس مباشرة يأخذ الدواء. فالنظام هذا سهل وسرع الوصفة، سرع جدا الإجراءات، لأن قبل تروحين الصيدلية يتصل بشركة التأمين ويترى الموافقة ربع ساعة 20 دقيقة، وترى الحين في خلال 30 ثانية من خلال النظام الإلكتروني أوريدي الموافقة عنده، يسحب الوصفة من النظام ويعمل ديسبنسينج للأدوية. كذلك نظام التحويل الإلكتروني، يعني اليوم التحويل من طبيب العائلة إلى الأخصائي يتم عن طريق النظام الإلكتروني، فإحنا نتابع كل واحد من أطباء العائلة كم حالة يحول. والله إذا هو في ضمن المعدلات المعتمدة ويحول مثلا ما بين 15 إلى 20% من الحالات اللي ترد له، فهذا شيء متعارف عليه. إذا شفنا واحد يحول بزيادة، هل لأنه نقص في قدرته وخبرته الطبية؟ النظام هنا يعمل عليه question mark. هل ممكن لأنه والله في اتفاقية معينة بينه وبين عيادة معينة فيحول عليهم بزيادة؟ فالنظام الإلكتروني بشكل خفي الناس يمكن ما تنتبه له، لكن هو يراقب اللي قاعد يحصل ويحلل أنواع العلاقات اللي ممكن تكون موجودة، ويعطينا مؤشرات أداء للأطباء للعيادات للمستشفيات. نظام ذكي عند ذكاء اصطناعي. ها بالتاكيد بالتاكيد. يعني مثلا يحسب النظام شيء نسميه potentially preventable readmissions، يعني اليوم انت دخلت المستشفى سويت العمليه الفلانيه، طيب احنا نعرف ان هالعمليه في نسبه اعاده الدخول الى المستشفى اللي هو مثلا لا سمح الله فشل العمليه او وجود مضاعفات لهالنوع من العمليه 2%، فإذا نشوف مستشفى معين نسبة الري أدمشن عنده 5%، إذا هو أكثر من ضعف المعدل المتوقع لإعادة الدخول للمستشفى بنفس التشخيص. شو الأسباب يعني؟ شو الأسباب؟ فهني أوريدي السيستم يعطيني نيجاتيف عليه في مؤشرات أداء الجودة للمستشفى هذا، وتم محاسبة المستشفى والتعامل معه. ممكن مستشفى آخر لا أقل 1% بينما المتوسط 2%، فهني يعطينا له بلس بوينت. هالأمور كلها أحيان راح تدخل في عملية تسعير الخدمات للمستشفى هاي، فممكن تضيف له أو تقلل من سعر الخدمة في المستشفى هاي نتيجة مؤشرات الأداء التابعة للمستشفى هاي. دكتور يعني هذا اللي أنت وياسين تطرحونه هو يعني نموذج مفروض أن يكون عالمي الصراحة، لأن الذكاء هذا والخدمات هذه وعملية المراقبة بهذا الشكل، أنا أعتقد يعني حتى لو يتم تطبيقها في كل دول العالم الناس بيعيشون. والله الحمد لله وفضل الله، يعني كثير من الأنظمة هاي إحنا طورناها في إمارة دبي لإمارة دبي، ويأتنا طلبات من دول عديدة فعلا، والحمد لله تعاوننا مع مجموعة من الدول سواء في دول الخليج أو حتى من خارجها في المنطقة العربية لدعمهم بالخبرة اللي حصلت في إمارة دبي من خلال تطبيق الأنظمة هاي وتطويرها. يعني بدينا تطوير الأنظمة هاي بفريق محلي من هيئة الصحة بدبي، وطورناها سنة بسنة لتناسب مش فقط احتياجات إمارة دبي وإنما تطلعات إمارة دبي. يعني توجيهات القيادة بالنسبة لنا واضحة، دبي لازم تكون الرقم واحد، فابني كل شيء وفي بالك أن أنت تبى تكون الأفضل، وبالتالي
الحمد لله هالتوجه وهالدعم الكبير اللي جانا اعطانا الدفعة هاي ان احنا نقدر نوصل لهالشيء هذا، والحمد لله اليوم نشوف في يعني طلبات كثيرة من خارج الدولة لنقل الخبرة. جميل دكتور، نحن وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، يعني دائما الحلقة تكون سريعة في وايد مواضيع، بس دكتور انا اخر شغلة ابغي بس سامحيني دكتورة، اخر شغلة ابغي اركز عليها هي مسألة ان يا جماعة الخير الواحد يسوي الفحوصات السنوية هذه وايد ضرورية. صحيح. وايضا في تأمين سعادة انتم مشتركين في هذه تجديد التأمين. صحيح. فهذه رسالة نبغي نوجهها على عجالة. نعم احنا بناخذ ان شاء الله حلقة منفصلة عن الموضوع هذا، لان راح يطلق نظام الكتروني جديد بالنسبة لعملية الفحوصات المبكرة في برنامج سعادة، فما بنحرق المشروع لان هاي بعد قفزة جديدة ان شاء الله تعالى، لكن راح نطلقها قريب ونوعدكم ان شاء الله تعالى ان نخصص لها حلقة كاملة في البرنامج. بس اسمح لي اذكر اخوي محمود، لان الحمد لله لما صارت الدفعه الاعلاميه الناس كلها الغالبيه العظمى امنت، كان في نسب قليله من الافراد اللي يمكن ما اخذوا التامين الصحي، لكن الحين مع مرور سنه على مجموعه كبيره من الباقات هاي يمكن بعض الافراد ينسون انهم يجددون التامين، واحنا تعرف واحد في انشغالات الحياه وكذا تنسى احيانا تجدد ملكيه السياره او كذا وكذا، لكن من الضروري تجديد التامين الصحي سواء بالنسبه لافراد الاسره، بالنسبه للمكفولين، بالنسبه للعماله. نذكر الجميع بأهمية الموضوع هذا، لأنهم لا سمح الله ممكن يعرضون نفسهم للغرامة، كذلك عدم وجود التغطية التأمينية في حد ذاته ريسك وفي مخاطرة لا سمح الله في حالة الحاجة للعلاج. صحيح. وذكر صحيح. كذلك في حالة أي مشكلة، أي شكوى، أي استفسار، احنا موجودين، تواصلوا معنا واحنا مسؤولين عن حمايتكم. جزاك الله خير. عليكم دائما الحلقة وياك دكتور حيدر شيقة، ودائما يعني ودنا نطول وياك. الله يسعدك. شكرا لك دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، شكرا لك دكتورة بدرية الحرمي، شكرا لك يا أميرة الغفلي كانت معنا في التنسيق، والمبدع عندنا ناصر محمد سليم، كل الشكر. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وإلى الملتقى في الغد إن شاء الله، فحتى ذلك الوقت صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.